1960 زوجاً قالوا نعماً أبدية أمام أكثر من 12 ألف شخص من أقرباء وأصدقاء العرائس والعرسان في حفل لأكبر عرس جماعي في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. الحفل السعيد الذي حمل اسمه يوم الموافقة أقيم في قاعة بجوار ستاد ماراكانا الشهير في العاصمة البرازيلية، وقد سمي يوم الموافقة ونظمته السلطات البرازيلية في حضور رجال دين كاثوليك وإنجليون بغية تشجيع الشبان على الزواج، لا سيما أولئك غير القادرين على تحمل نفقاته الكبيرة. وقد التقطت عدسات المصورين البسمات والسعادة على وجوه الجميع، فيما استمتع الحاضرون بمشاهدة رقصة السامبا للنجم دودو نوبري، قبل أن يحصل ضيوف الحفل على تذاكر مجانية للسفر بقطارات أطلق عليها اسم قطارات الموافقة، وفرتها لهم الحكومة للاشتراك في هذه المناسبة السعيدة.